الحمد لله. النهارده بنهي مشواري في الكوره، يمكن قرار عايز اخده من اكتر من شهر، لكن كنت متردد عشان كان عندي عروض في مصر وفي حاجات بره مصر، لكن ما كنتش متحمس ليها. حسيت ان يعني الموضوع هتبقى صعبه، يعني مع كامل الاحترام ليهم كلهم، لكن حسيت ان انا مش متحمس ومش هينفع اقبل عرض وانا مش متحمس له، فيعني الموضوع هيبقى معايا هيبقى صعب جدا. استخرت ربنا وحاسس ان ده وقت مناسب وان انا مرتاح ان انا اعلن اعتزالي في التوقيت ده. ربنا يكرمني في اللي جاي ان شاء الله، اكيد مش هبعد عن المجال، لكن النهارده هيبقى في تحدي جديد في حياتي، تحدي مختلف. ربنا يوفقني ان شاء الله ويعمل لي الخير. في ناس كتير ساعدتني ومن اول مشواري لاخر مشواري، يعني بشكر والدي الله يرحمه ووالدتي واخواتي اكيد وقفوا جنبي كتير، ومراتي واولادي استحملوا كتير جدا. بشكر الجميع، بشكر كل لعيب لعبت معاه، اجهزه فنيه، مدربين، اجهزه طبيه، كل شخص تعاملت معاه في المجال اكيد انا بشكره. والجماهير طبعا، جماهير الزمالك العظيمه، اتشرفت بوجودي معاهم وان انا كنت بنتمي للزمالك ودايما هنتمي ليهم اكيد. جماهير عظيمه، اعظم جمهور في العالم.